عينيها بالنور وبصحبتها طفل طير وبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى ما أسعده بصداقتها بوم بوم بومبو تطرب الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال هيا نذهب فبومبو هيا فلنلعب البقر. إنهم رعاة بقر كما في الأفلام تماما. من هؤلاء يا أمين؟ رعاة البقر يعملون بهذه الطريقة. والآن جاء دورك يا بومبو. توقفي يا بومبو. ماذا بك يا أمين؟ ارجعي إلى الخلف رجاء. إنهم يبحثون عن رعاة للبقر. لنذهب ونرى. هيا بنا. فلنأخذ اسمك ومدة خبرتك. اسمي بديع، أعمل راعيا للبقر منذ 10 سنوات. رائع. وأنا سريع، أعمل راعيا منذ 12 عاما. وأنا أمين، لا خبرة لدي. لا خبرة. أعرني الحبل من فضلك. تلك كانت مزحة، سأعمل أنا بجد. انظر. والآن ما رأيك بعملنا يا سيدي؟ موافق على عملي سريع وبديع، عما أنتما فلا. سنكون تحت أمرك بالتأكيد. جربنا مرة واحدة، اطلب منا ما تريد يا سيدي. حسنا، هنالك عجل صغير ضاع مني في الوادي، ابحث عنه. سوف نجده. وداعا. هيا يا بومبو. والآن أريد منكما أن ترعي القطيع. حاضرك. تعبنا عليه. لا أرى عجلا هنا يا بومبو. هل أنت بخير؟ أنا متأسفة. أسمع صوت البقرة، إنها قريبة. يبدو أن قدمها أصيبت. بومبو ساعديها. لكنها ثقيلة جدا. حسنا. شكرا لكما على جهودكما الطيبة. هل توافق على تشغيلنا سيدي؟ سوف أجربكما أكثر، عندها أستطيع أن أقرر مدى فائدتكم. حسنا، سوف نعمل بنشاط يا بومبو. رائع. يا لها من راحة طيبة. هنا، من هنا. لا أحد يسمعنا.
متى سنقوم بالعملية؟ في أسرع فرصة ممكنة، دعنا ننفذها في الفجر. لقد حجزت 100 رأس في أبعد مكان من هنا. لماذا لا نسرق المزيد؟ نسرق 100 رأس ولا يرانا أحد، هذا أفضل. صحيح. إنها مجرد فأر، هيا نأخذ قسطا من الراحة. حمدا لله لم يروني. أنا سأنام معكم أيضا. شيء قطيع، يسرقون القطيع. سرقوا القطيع، أين هم؟ سيبدأون الآن. ما الذي يجري هنا؟ اللصان قادمان، هيا نمسك بهما. هيا بنا، هيا هيا بنا، كنا هذيران. لصوص 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 البحر. ماذا حدث؟ إن الأبقار مذهورة يا سيدي. هيا أحيطوا بها من كل جانب. شكرا لكما، لقد تمكنتما من القفز على اللصوص. أتمنى أن تكون قد اقتنعت بنا يا سيدي. ما رأيك يا سيدي؟ ولكن لا يزال أمامنا الوقت لجمع الأبقار. سأقودها إلى مكانها. إن الأبقار رقيقة الإحساس جدا، أبسط الأشياء يذعرها. حسنا، لا زال الوقت مبكرا عليكما لكي تصبحا من رعاة البقر، عودا عندما تكبران. حاضر. لقد استمتعنا جدا بالعمل معهم. بومبو، أنت بحاجة إلى الراحة. أنت تشبهين الحصان الصغير يا بومبو. وداعا أيتها الأبقار. للخير نقدم خدمتها. بومبو بومبو نجمة حب تنشر في الدنيا بهجتها. Thank you.
بالنور وبصحبتها طفل طير وبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى ما أسعده بصداقتها بوم 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 تحكي بوم بوم تحكي بوم بوم تلعب بوم بوم تلعب بوم بوم تبكي بوم بوم تبكي بوم بوم تطرب بوم بوم تطرب الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب با بوم بو هيا فلنلعب بوم بو بوم بو بوم بو بوم بو بومبو وسندريلا. كانت سندريلا شديدة القلق والخوف، لذا فقد نسيت أحد حذائيها. وماذا حدث بعد ذلك؟ قام الأمير بالبحث عن الفتاة التي جاء الحذاء مناسبا تماما على قدمها، ثم تم الزواج. هذا شيء رائع، إنها نهاية سعيدة، أليس كذلك؟ طبعا. سأنال هذه المرة منيتي ومرادي. عليك أن تعودي في الثانية عشرة، وإذا لم تعودي في هذا الوقت فإن كل شيء سيعود إلى شكله الأصلي عند نهاية آخر دقة للساعة، أفهمتي؟ حاضر. والآن أسرعي بالذهاب. بدأت اللعبة. أعتقد أنني يجب أن أذهب إلى القلعة. وماذا حدث؟ بعدها ذهبنا جميعا إلى الحفل وثم يا للروعة. أجمل سندريلا. أمين، إلى أين ذهب يا ترى؟ أمين، أين أنت؟ تفضلي. يرقص هناك. متى أصبح أميرا يا ترى؟ لم يبقى من الوقت إلا القليل. عزيزي الأمير، يجب أن أقول لك وداعا. كلا، انتظري، ما اسمك لو سمحتي؟ انتظري. أميرتي. انتظري. ما هذا؟ أمين، أمين. ريو.
إلى البيت. هيا. شكرا، سأسير بسرعة. تعلقي جيدا. انتظري. أين ذهبت؟ حسنا، سوف أجد الفتاة الرقيقة عن طريق هذا الحذاء الأنيق. بسرعة، أسرعي. حسنا، لا تقلقي. أنت أيتها السيارة الحمقاء، كيف تجرؤين على حمل سندريلا؟ يجب أن أصل في الموعد المحدد، أرجوك أن تفعلي شيئا. حسنا. تبا لها، سأرشهم بالماء. هذا لا يعني شيئا. أيها الحمقى، انتظروا. فلن أنسى هذا أبدا. مع السلامة. تلك هي الدقة الأخيرة. عندما يحكون القصة عليهم أن يقولوا أن بومبو قد أوصلت سندريلا إلى بيتها. يا للأمر المضحك. نعم، ربما تتغير قصة سندريلا عبر الأزمان، وأنا سأكون الشخصية الرئيسية فيها. أجل. بل أنا التي سأكون. ما الذي يقولونه؟ أنا الشخصية الرئيسية. أنا. كلا. أنا. أنا. بل أنا يا بومبو. أنا. أنا. كلا أمين. أنا. أنا. للخير تقدم خدمتها. بومبو بومبو نجمة حب تنشر في الدنيا بهجتها. بومبو 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 بومبو. I'm sorry.
حبيبتها تغسل عينيها بالنور وبصحبتها طفل طير وبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى ما أسعده بصداقتها بوم 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 تحكي بوم بوم تحكي بوم بوم تلعب بوم بوم تلعب بوم بوم تبكي بوم بوم تبكي بوم بوم تطرب بوم بوم تطرب الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب با بوم بو هيا فلنلعب بوم بو بوم بو بوم بو بوم بو الصبي الذئب. أو حقا هل نأكله؟ كيف نأكله ولا ندري ما به؟ كيف طعمه؟ أهو لذيذ؟ إنه يبدو بحالة جيدة يا أمين. لا تنسى يا بومبو أنا لم نأكل شيئا منذ أمس، سأجربه أنا. إنه لذيذ جدا. أريد قليلا منه. حسنا خذي. إنه بعمر هذا الصبي تقريبا. يا بني لقد أخفتيني. أنا متأسفة جدا، لقد أكلتم جميع الطعام الذي تركته كطعم له، آسفة لإزعاجكم. هل هذا طعامك؟ أنا متأسف. لا بأس عليك، أنت جائع أليس كذلك؟ ولكن لماذا تركت الطعام هنا؟ منذ زمن طويل. لا شيء، إنه مجرد، لا داعي لذلك. إلى أين أنتم ذاهبون؟ نحن نبحث عن أم بومبو يا سيدتي. أم بومبو؟ هكذا إذن، كونوا حذرين، هناك الكثير من الذئاب في هذه الغابة، عليكم أن تجدوا الطريق الأسلم والأكثر أماما لكم. رافقتكم السلامة. شكرا. حسنا، مع السلامة. مع السلامة. شكرا لك. نصحتنا هذه المرأة بأن نأخذ الطريق الأقصر والأسلم، لكنها لم تدلنا عليه. لا أدري فيما إذا كانت هناك ذئاب فعلا. طيور فقط، إنها تخيفني. هذا ما وجدته يا بومبو، سوف أبحث عن شيء آخر نأكله. حسنا، سأنتظرك لنأكل معا. أمين، أنت لازلت هنا؟ ألست أنت من قرصني بالجانب الأيمن من جسمي؟ أعتقد أنها البعوضة تحفظني في خاصرتي. ما هذا المزاح؟ كلا يا أمين، لا تمزح. هل ناديتني؟ توقف، توقف عن هذه السخافات. لابد أن هناك أحدا. انتظر، سأعطيك هذه الموزة. هل أنت جائع إلى هذه الدرجة؟ أتأكل هذا؟ قل لي من أنت؟ وما هو اسمك؟ لا أدري ما الذي يخيف ري وهكذا، أمر غريب. لم يبق لدينا طعام. ألا تستطيع الكلام؟ انتظر.
لقد وقعت هذه الذئبة في الفخ وماتت. إذن هذا الولد هو صبي الذئب. الصبي الذئب؟ نعم، لقد سرقته هذه الذئبة حينما كانت طفلا صغيرا وربته، ولذلك هو حزين عليها. ذلك هو السبب في أنه كان جائعا. يا له من مسكين. هيا لنأخذ هذا الصبي معنا إلى القرية، ربما يستطيع أن يلتقي بأمه الحقيقية يا بومبو. حسنا. يبدو أنه يخاف من النار كثيرا. لا تقلق ولا تخف، ليس هناك ما تخاف منه. انظر أنا أتدفأ، هيا اقترب. اقترب وتدفأ. هكذا سوف تحرق نفسك. كلا، ده هو شأنه. والآن حاول ثانية. صحيح يا بومبو، رائع، لقد بدأ يألفنا. ألم تشاهد طائرة من قبل؟ لا تخف، إنها لن تؤذيك أبدا. يجب ألا تخاف أبدا، إنها تشبهني وتدعى السيارة. صحيح، هيا أصعد معي. هيا. إنه لا يفهم لغتنا أبدا يا بومبو، سأريك. انظر هكذا، هوب. بب بب بب. انظر الينا. عليك ان تركب الان، هيا. هيا. مرحبا، التقينا ثانية. ولدي، ولدي، أنت ولدي أليس كذلك؟ ولدي الذي سرقته الذئبة عندما كان رضيعا. ولدي، علامته في كتفه أكبر دليل على أنه ولدي. لازلت حيا يا ولدي، لازلت حيا. أحسد هذا الصبي لأنه وجد أمه. متى سأجد أنا أمي يا ترى؟ بومبو تشجعي، أنا متأكد من أنك سوف تعثرين على أمك ذات يوم. شكرا لكم يا أولاد، أنا أعيش في مكان قريب من هنا، كما أنني أريد أن أدعوكم على الغداء لحسن صنيعكم. رائع. إني سعيدة جدا لأنك استطعت أن تعثر على أمك. أنت رائعة يا بومبو. حسناً، هيا نذهب. للخير تقدم خدمتها، بومبو بومبو نجمة حب تنشر في